وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. توريا. مسلسل إذاعي اقتبسته جيهان البحار عن السلسلة التلفزيونية تورية. مجهودي الكبير ما فقدت الأمال وتحديت يوم وحدك كل عطرة. مرحبا بكم قناة الحلقة الرابعة إذاعي المغربي. ديما في نفس المسيرة ديال البحث على عمل كتلقى تورية بشي اقتراحات غريبة، وفي هذا الموعد اللي غنتبعوه مع توريا كانت تفاجئوا معها ملي كنلقاو المدير بوحده وما معاه حتى شي موظف. الشركه باقا جديده وانا يلاه كنوظف الناس اللي غيخدموا معايا من الاول. وشنو غتكون طبيعه العمل ديالي بالضبط؟ انا غادي ندير فيك الثقه وغادي نخليك ديري كل شيء، السكرتاريه، المحاسبه، اون فيت حسبي الشركه ديالك، لاننا غنبداو جميع ونتمنى اننا نطولوا. واخا ومن ناحية السالير غدا تبداي ب5000 درهم ومع المدة والأقدمية غدا تزادك، وبطبيعة الحال انتي ومجهودك. كيفاش؟ ايوا الواحد خصو يكون فليكسيبل. كنعرف نكون فليكسيبل في الخدمة ولكن ماشي في شي حوايج اخرى. وبمجرد ما كيقرب منها المشغل كتر كتبعد توريا وكتمشي في حالها، انما المفاجآت كتبقى كبيرة وكتيرة. وفي آخر موعد لها كتلقى بنوع آخر من العقليات، وهو في الحقيقة المرأة في هذا الوقت ولات حتى هي كتخرج وكتخدم وكتنافس الراجل، غير ما هو كاين واحد المعطى اللي هو أساسي بالنسبة لتكوين المرأة كمرأة والرجل كرجل. كاينين شي حوايج وشي وظائف للمرأة بوحدها اللي تقدر تديرهم، بوست دو كونطابل مثلا، فأنا كنظن بأنه عمل رجولي 100%. إيوا شنو هذا العمل اللي نسائي 100%؟ كاين أولا العمل في البيت اللي ما يقدرش الرجل يقوم به، وما كاين محسن من المرأة باش تقنو. أما خارج البيت فكاين السكرتارية وتصفيف الأرشيف بحال اللي كنتي كديري قبل، وحنا بهذه المناسبة خاصنا شي واحد في الأرشيف إلا بغيتي تقدي تبداي فيه من غدا ولكن غير مؤقتة. ايوا سيدي بارك الله فيك على هاد الثقة اللي درتي فيا، غير هو اللي ما كتعرفش المرأة دابا ولا تسوق الطيارة والتران وحتى الطاكسيات البيضين. وكتخرج توريا وهي محبطة، هاد المدينة اللي عقدت عليها آمال كبيرة ما بغاتش تعطيها فرصتها. كترجع توريا لدار نجات وهي كلها عزيمة باش ترجع لمدينتها الأصلية، إنما رجوع نجات للدار في هذا الوقت غادي يمنعها ترجع منين جات. صافي عيت نجات وعرفت باللي بلاصتي ما كايناش في هاد المدينة. علاش كتقولي بحال هكا؟ حيت غير اليوم مشيت ل10000 شركة وانت وحدة ما قبلت بيا، اللي بغى يحرت عليا واللي بغى يتفلى عليا واللي كيضحك عليا. ما عندك فين غادي تمشي؟ جيتي هنا باش تخدمي؟ ايوا راك غادي تخدمي، خاص غير الصبر توريا. الصبر على اختي حتى لي غنبقى مبسله عليك وجالسه عندك. ايوا صافي الا كان غير على هذا الشيء غير رجعي حوايجك، كوني هانيه من جهتي. انت راك ما متقلاش عليا، بالعكس كتونسيني وانا كنبقى غير بوحدي. وزيد مريم هضرت لي عليك بشكل اخر ماشي هكا. كيفاش هضرت لك عليا؟ بما ما كتستسلمي حتى كتوصلي لداك الشيء اللي كتبغيه، وبيني ليا ولهادوك الرجال اللي شادين مناصب الكبار بما حتى العيالات كيقدوا يوصلوا فين بغاو. ما عرفتش غنقول لك. قولي ليا ما غنيأسش وما غنرجعش بحالي. كتقتنع توريا بكلام نجات وكتقرر تبدا تقلب على خدمه من الغد في الصباح. وفي واحد الصباح وتوريا كتخمل الدار ديال نجات سمعت شي دقان في الباب وتفاجات ملي لقات قدامها دنيا، البنيه اللي تحرمت من الام ديالها واخا مازال حيه، واللي من صغرها كبرها باها وهذا الشيء اثر فيها وخلاها كتعامل بحال شي وليد، لا في لباسها ولا حتى في الاصدقاء ديالها كلهم دراري.
دقات الدنيا على باب توريا لأنها المرأة الوحيدة اللي كتعرف، وحيت هي محتاجة لشي شخص اللي تهضر معاه من غير الأب ديالها، شخص اللي من نفس جنسها واللي تقدر تشكي عليه كل همومها. كتشكي دنيا على توريا وكتقول لها كيفاش مع الوقت وصلت لسن المراهقة، وخاصة ملي انتقلت من الابتدائية للثانوية. ما عرفتش علاش شي حوايج كيتبدلوا والناس حتى هما كيتبدلوا، علاش ما كنبقاوش على حالنا؟ حيت الواحد كيكبر وما حدو كيكبر كيوليو يبانوا لي حوايج اخرين، افكارو كتبدل، النظره ديالو حتى هي كتبدل، وهذه هي الحياه. ولكن انا ما بغيت حتى حاجه تبدل، بغيت نبقى نخرج ونلعب مع الدراري الكره ونضحك معاهم وما نوليش بحال دوك المونيكات اللي مقابلين غير شعرهم لبسهم وفورمتهم. ايوا شويه هكا وشويه هكا، خرجي وضحكي مع الدراري ولعبي معهم الكره، غير هو كاينين شي حوايج كيتبدلوا فيك وما عندك ما ديري ليهم، خاصك غير تقبليهم. وباباك حاولتي تهضري معاه في هذا الشيء؟ الاغلبيه الوقت كنعاود ليه كل شيء، ولكن شي حوايج ما كنقدرش نهضر معاه فيهم. واخا، ولا عرفتي اش غادي نديرو؟ غادي نخرجوا وغادي نشريو شي حويجات يليقوا بهذا الطيمانكان، وغادي تشوفي شحال غادي يعجبك راسك وغتبدلي رايك على دوك المونيكات. كون كانوا عندك دراري كون راك مهلية فيهم. اه كون كان غير عندي شي بنت بحالك كون راني تهليت فيها مزيان. خرجت توريا مع دنيا وهي كتحاول تخبي الالم اللي كتحس به فوق ما تفكرت ولدها. وملي رجعت للدار خبرتها نجات بلي من زهرها في الشركه اللي خدامه فيها هي محتاجين لشي حد في قسم المحاسبه. لغت ليه مشات للموعد ديالها وهي عازمه تقبض هاد الخدمه باش ما كان. هدرت لي عليك نجات، ولكن انا كنبغي المواظبه والمعقول في الخدمه. تخدمي مزيان بلاصتك تبقى مضمونه، تخرجي قبل الوقت، تجي معطله، وهذيك قوه لي كونجي دو مالادي ما نعقلش عليك تلقاي راسك في الزنقه. من هاد الناحيه غير كوني هانيه. كلشي كيقول بحال هكذا باش يخدم، ولكن خاصك تعرفي بما واخا موصين عليك من الفوق انا ما كانت سهلش في الخدمه. ايوا الليله انا قلتها، حيت ما عنديش في حياتي من غير الخدمه، ما عندي حتى شي واحد اللي غيعطلني عليها ولا غيلهيني عليها. ايوا لاله احنا غنشوفو. بالنسبه للسالير فغتبداي معنا بشي حاجه قليله وخدمتك هي اللي غتزيد لك فيه. اوكي. كتقدم لها المديره رشيد رئيس قسم المحاسبه واللي غادي يكون هو الشيف ديالها. كتشكرها توريا على الثقه اللي دارت فيها وكتمشي مع رشيد اللي كيوريها المكتب ديالها اللي لقات فوقه مجموعه من الملفات خاصهم يتخدموا في اقرب وقت. وغير مشى رشيد قربت نجات من توريا وهي فرحانه حيت خدمت معاها، ولكن نبهتها شي حاجه مهمه. توريا نوصيك حضي من داك خينا داك رشيد. لا لا كاع ما تخافي عليا. ايوا مرحبا بك عندنا. في اخر اليوم وفي دار سعيد كتقيس دنيا الحوايج اللي شرات مع توريا وهي فرحانه بشكلها الجديد. فغياب سعيد اللي كيخدم سربايه في قهوه كتبقى دنيا ديما بوحدها. وفي واحد الصباح كتفاجئ ملي كتسمع الدقان في الباب حيت ما كيزورهم حتى حد. كتحل الباب وكتلقى قدامها واحد المراه ما غريباش عليها. ما تكوني غير دنيا، شكون انتي؟ صافي دغيا نسيتيني، ما بقيتيش عارفه ماماك. هاد الرجحة غادي تقلق الراحة اللي كانت كتعرفها الأسرة. كتدوز الأيام وكنشوفو توريا مازال مع مشاكلها في الخدمة. واحد النهار كتكون مشغولة مع البيسي ديالها وتيدخل عزيز، داك الشاب اللي عرفته في أيام الخيرية واللي هو كليان ديال هاد الشركة. كتشوفو نجات وكتقرب ليه. نهار كبير هذا السي عزيز، ياك ما جيتي تجدد معنا الكونترا؟ لا جيت غير ناخد دوسي ديال الشركة اللي باقي عندكم في لاكونتابيليتي. كون شفتي مع رشيد ولا مع توريا؟ راه هي اللي ولات شاده لا كونطابيليتي دابا. اجي معايا ندك عندها. لا 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 صافي يسحب لي غادي نلقاهم عندك، صافي خليهم حتى نعاود نرجع. كيمشي عزيز بلا ما يقرب من توريا ولا يهضر معها. اما حياه سعيد راه تقلبت من نهار جات فاطمه، حيت في الوقت اللي دنيا كتحسبها جات على قبلها وكتبغي تقرب منها كيتبين لها على ان فاطمه جات غير على حاجه اخرى، ما عندها غرض لا في بنتها ولا في راجلها، وكتدوز ايامها اما مع صحاباتها ولا برا. كيدخل سعيد واحد النهار وتلقى فاطمه وصحاباتها كيلعبوا الكارطه والماسك الشعبيه خدامه على جهدها. كيدخل معصب وكيقطع عليهم الجلسه.
الا لا كاينه شي حاجه سميتها احترام الجيران، راك ماشي بوحدك هنا. عيطوا عليا في التليفون كيتشكاو، جاب الله الخدمه قريبه. مزينهم الجيران الليل كله هما كيغوتوا، عيني ما سديتهاش، ما باتلكش هادي. وحتى تكوني دوزتي الليل هنا بعدا، انت داخله حتى الفجر للدار بحال هكا ريابيت في لوطيل. ايوا باقي لك غير تحبسني في الدار. وزيدون انا ما جايش عندك، جايه نجلس مع بنتي. عاد فكرتي بما عندك بنت؟ اللي نقولوا نعاودوه، قلت لك كانت عندي. مزيان انت هنا حيت ما بغيتش نخسر خاطر بنتي، ولكن ديري بحسابك ما عندك هنا ما غاديش نحيد عليك عيني، وغتمشي على القانون ديالي انا. ودابا جمعي لي هذيك الكارطه وقبلي منك اللي جايه على قبلها. كتدخل دنيا في هذا الوقت وكتستغل فاطمه الفرصه باش تجيب بنتها لصفها، حيت عارفه هي نقطه الضعف ديال باها، وكتكمل اللعب مع صحاباتها. سعيد في هذا الوقت ما تيقدرش يكلمها حيت خايف لا يقلق بنته وتيخرج هو غضبان. في هذا الوقت ومن بعد ما صلحت توريا البيسي ديالها كتلقى شي حسابات ماشي هما هادوك، وكتمشي تشاور مع نجات. ايوا شنو بان لك نجات؟ دابا ماشي تلاعب في الاموال هادشي. هادشي سميتو الشفره عين باين. عرفتي اش غديري؟ ما غتقولي والو، تنجمعو بزاف د الحجاج. ولكن ما نقدرش نشوف هادشي وسكت عليه. غادي تسكتي، لان هادشي انا كنخطط ليه من شحال هادي. ما تخسريش ليا كلشي، حتى حد ما خصو يسيق الخبر، تفهمنا؟ كتقبل توريا بلا ما تعرف الاسباب، انما تيبقى ضميرها كيأنبها. وفي اخر اليوم كتمشي توريا لعند المديره باش تصارحها بداكشي اللي شافت. كتسكتها المديره، ومعنى اخر كتفهمها بانها الا بغات تبقى في بلاصتها كاينين شي حاجات اللي خصها تغمض عليهم عينيها وتخليهم يدوزوا. كتخرج توريا من البيرو ديال المديره وهي ما راضياش على راسها وعلى الشيء اللي بين يديها. اما بالنسبه لدنيا مع امها، فمن نهار حطت فاطمه رجليها في الدار عرفت باللي الا بغات تجلس فيها ما عليها الا تكسب بنتها وتقرب منها، واخا ماشي غرضها بها. فغياب سعيد كتدخل عندها البنت في الليل وكتصارحها. ما كاينش ليلة ما كنتش كنفكر فيك دنيا بنتي، وكنت عارفه واحد النهار غنعاودو نتلاقاو ونعاودو كاع داكشي اللي فات. وعلاش تسنيتي بزاف ديال الوقت؟ كنت خايفه من حاجه وحده، نرجع وما تعرفينيش وما تبغينيش نبقى معاك. ولكن الحمد لله اللي تغلبت على راسي وجيت. من اليوم فصاعدا ما عمرك ما غادي تحتاجي لشي حاجه. كيدخل سعيد وهو متعجب وما كيطمئنش للتقرب ديال فاطمه من البنيه، ولكن تيفضل يحتفظ بالشكوك ديالو حاليا، وتيسولها غير على ديك المكانه ديالو اللي ما بقاتش شايف بلاصتها. كتنكر فاطمة أنها شافت شي مقالة وكتحدرو ليتهمها بالخونة، وكتعجب دنيا قدام هاد الكتوب ديال أمها حيت هي شافتها لعبت بها القمر مع صحاباتها وخسراتها. ولكن كتفضل ما تقول حتى شي حاجة، لأن المجي ديال مهمتها هو بمثابة الدنيا وما فيها. لغد في الصباح في الخدمة ديال توريا كيجي عزيز من جديد، وهو ما عارفش كيفاش غايدير باش يهضر معها هاد المرة. كتشوف نجات من بعيد وكتقرب منه. دابا هادشي كله على توريا، وسير هضر معها في عوض ما تبقى تخبى بحال هكا. ما قدرتش وما كرهتش. اشنو ناخذ لك معها رونديفو؟ ما كرهتش، ولكن ما بغيتش تعرف مسبقا. الا بغيتي رونديفو نحددوه غير انا وياك، من الاحسن كاع يكون غدا. كتقبل نجاة تدخل في اللعبة بلا ما تعرف شنو القصة الحقيقية ديال العلاقة اللي جمعت توريا بعزيز. وفي آخر النهار بعد ما شارك أخوات من الموظفين كاملين، كتقرب نجاة من توريا باش تاخذ منها لوراق الاختلاسات اللي اكتشفتهم، وكتجاوبها توريا وهي حشمانة منها. في الحقيقة ديتهم ليها البارح. لمن ديتيهم؟ المديرة؟ سمحي لي يا نجاة، ما قدرتش نصبر. أويلي فيهم دابا بقاو عندها؟ بقاو عندها في البيرو ديالها. سمحي لي. صافي ماشي مشكل، ولا كنتي ناويه تعطلي هنا على قبل الخدمه اللي عندك، دخلي ارتاحي شويه لداخل حيت راه مازال الليل طويل. وكتستغل نجاة الفرصه وكتمشي للبيرو ديال المديره باش ترجع دوك الوراق اللي بغات، وفعلا كتاخذهم بلا ما تسقطوري الخبر. في نفس الوقت كيجي واحد الراجل عند سعيد وكيسولو على فاطمه،
وملي تعرفها ما كايناش ما تيبغيش يقول ليه شكون هو، ولكن تيخلي ليه واحد الوصية على شكل تهديد. نجي قول لها راني لقيتها، وحسن لها جيب لي دوك الفلوس اليوم بالليل في البلاصة المعلومة، وإلا راه عارفة اش كيتسنى. الله يعاون. رجعت فاطمة للدار مع دنيا معهم بزاف د الحوايج جداد. كتمشي دنيا بالفرحة ديالها تقيس حوايجها الجداد، وكيستغل سعيد هاد الفرصة باش يسول فاطمة على مصدر الفلوس باش شرات هاد الحوايج، وحتى على الراجل اللي جا كيسول عليها. كي دار حتى لقاني؟ هي انتي مخبيه وهربانه من شي مصيبه، كنت عارف ملي جيتك هنا وراها شي حاجه. ما عمرك ما كنتي بحال كاع العيالات داخله سوق راسك وباغيه الدار والراجل والوليدات. لا انتي كان خصك الفلوس والشهره والنشاط. عند راسك العيشه اللي كنتي معيشها لي حتى هي عيشه بركه. حرام عليكم، ما كاينش نهار اللي ما كتضربوش فيه، ما كاينش نهار اللي كنحس فيه اننا عائله بحال كاع الناس. حرام عليكم، فكروا فيا شويه. وفي نفس الليله مشى سعيد لدار نجاة وشكى عليها وعاود لها كيفاش ضقت به الدنيا. في وقت الغداء من بعد ما لحات نجاة على توريا باش يتغداو في قاعة الاجتماعات، كيدخل عزيز والورد في يديه، وكتفاجئ توريا ملي كتشوفو وما كتيقش عينيها. عزيز، توريا كنتمنى تقبلي مني هاد الورد، وما تصوريش حال فرحت مني شفتك. فرحتي مسكين؟ عرفتي غادي ندير بحالي لهاد جوج دقائق ما عمرهم ما كانوا، وغادي نمحيهم من راسي بمره. توريا، ايوا سيدي، ديك توريا اللي كنتي كتعرف مشات، وما عنديش دابا الوقت اللي غادي نضيعه معاك. وكتخرج توريا من قاعة الاجتماعات وهي كتحس بالضيق والألم لهذا اللقاء اللي رجعها لسنوات من قبل، وهي كانت تتمنى تمحيه من ذاكرتها. في نفس الوقت وفي دار سعيد كيتواصل الصراع ما بينه وبين فاطمة، اللي كيف ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت رجعت على حد قولها باش تقرب من بنتها وتعوضها 12 عام ديال الغياب. إنما الزيارة المفاجئة ديال ذاك الراجل اللي كيهددها دخلات شكل بال سعيد. أجي انتي فين غدا بحال هكا؟ أش هاد اللبس هذا وهاد الماكياج؟ هكا غتمشي للمدرسة؟ البنت راه كبرات، أش نبغيتي عندها؟ انتي ما هضرتش معاك، حسبك هو الاخر. دابا انت غتبدا تتحاسب معايا؟ ما حدك في داري غنتحاسب معاك، وانتي غتدخلي دابا تحيدي عليا هاد اللبس وهاد الماكياج. خلي عليك البنت، باغي تعقدها. دخلي بدلي عليا هاد الحوايج احسن لك. مني تتفقوا عيطوا عليا نقول لكم رايي. وكتنسحب دنيا لبيتها، وكيتواصل الصراع ما بين والديها. كيتهم سعيد فاطمة بإفساد الأخلاق لبنته، إفساد التربية اللي ربها عليها من هذه 12 عام، وكيطلب منها تخرج من الدار ومن حياتهم. كتوافق فاطمة على هذا الطلب، إنما بشروط. وشنو هما هاد الشروط ديالك بالسلامة؟ تورطت، وهاد الناس ما كيرحموش، إلا ما عطيتهمش داكشي اللي كيتسالوني غيمحيو لي الآثار. داني الفلوس اللي غيخصوني باش نخلص الدين ديالي، وما عمرك ما غادي تشوف وجهي. دابا الفلوس هما اللي جابوك ياك؟ ايوا لا غنعطيك النبك، غتهزي حوايجك ولا غنعيط لك للبوليس؟ الا باغي تعيط للبوليس عيط ليهم، ولكن دابا مني عرفوني فين انا وعرفوا عندي بنت، لا انت ولا هي، بجوج بيكم وليتو في خطر الا ما رجعش الفلوس. وانت تشوف شكون اللي عندك مهم، بنتك ولا الفلوس؟ انما سعيد ما كيتاثرش بالتهديدات ديال فاطمه، واحساسه بالغضب على هذا الشيء اللي سمعو كيدفعو باش يجمع لها حوايجها ويخرجها من الدار بزمنها. ولكن دنيا كتوقف في طريقه مره اخرى وكتمنعو يحرمها من امها من جديد، وفاطمه كتستغل الوقوف بنتها بجنبها وكتحرضها باش باها يعطيها الفلوس اللي خاصينها. كتفهمها على ان هاد الفلوس هما اللي غيخليوها تبقى معاها، وفعلا تيقبل سعيد ولكن بلا ما تهضر معها دنيا في الموضوع. تيقبل فقط حيت عارف بلي ما يمكنش يتفك منها بهذه الطريقه. تيقبل وهو الهدف ديالو الوحيد انها في شي نهار تكمل دينها وتخرج من حياتهم. غتبقاي هنا حتى نجمع لك الفلوس اللي خاصينك، ولكن غتجلسي بالشروط ديالي، حتى واحد من المعارف ديالك ما يعاود يحط رجليه هنايا. داك الراجل ولا غيره ما نبقاش نعاود نشوفه قدام الدار، واي حاجه تمس بنتي، بنتنا، اي حاجه تمس بنتي ما غنرحمكش فيها، ما غتشري ليها حوايج، ما تبقايت لها على قرايتها، واللي نقولها ليها هي اللي تكون، ما تمشيش تبداي تخلطي بيناتنا. تفهمنا؟ اللي بغيتي. وهكا قدر سعيد يوصل لحل واحد المشكل كان محيره وهاز ليه الهم. اما بالنسبه لتوريا فمن بعد ايام قليله على لقاء عزيز كيحاول يلح عليها
باش يفرض وجوده عليها ويحيي العلاقه من جديد معها. كيصيفط لها الورد وكيحاول يتصل بها في التليفون، ولكن هي رافضه تتصل به ولا تقبل المحاولات ديالو. في الاول نجات تعجبات من رده فعل توريا، ولكن ملي عاودت لها القصه ديالها من الاول حتى الاخر مع عزيز فهمتها. عاودت لها كيفاش تلاقاتو، كيفاش بغاتو، وكيفاش حملت منه بلا ما يعرف، وكيفاش مشاو خلاها. عاودت لها المراحل اللي داس منها، وكيفاش قدرت تسمح في ولدها باش يقدر يعيش حياه حسن من اللي كانت كتقدر توفرها ليه. انما نجات بقى عندها استفسار واحد، وعلاش ما بغيتيش عزيز يعرف على الولد؟ حيت بالنسبه ليه ولعائلته هذاك راه غير ولد الحرام اللي غيجيب ليهم العار، هكا غيشوفوه. باش عرفتيها؟ تقدي تكوني غالطه. إلا كانوا أنا ما تقبلونيش حيت جاي من الخيرية، أشنو غيقولوا على داك الولد؟ وإلا كنت بعدت ولدي هاد المدة كلها ما غنخلي حتى شي واحد يأديه دابا. كتوعدها نجات بلي ما عمرها غادا تفضح سرها ولا تعاود قصتها لشي حد. أما بالنسبة لعزيز فما كيتنازلش بسرعة، وكيبقى يصيفط لتوريا الورد وكيكرر المحاولات ديالو لا متناهية في استرجاعها. وفي آخر اليوم ومن بعد ما كيمشيو الموظفين كاملين وكتبقى توريا كالعادة معطلة في الخدمة، كتفاجأ ملي كتلقى عزيز مرة أخرى كيجي من جديد وكيلح باش يهضر معاها. مادام ما بغيتيش تهضري معايا في التليفون وقبلي مني غير الورد اللي جبت لك، وأنا جيت عندك برجلي. أشنو بغيتي يا عزيز؟ ما عمري ما نسيتك توريا، وكنت كنشوف المستقبل معك، ولكن الوالدة مني عرفتك في الخيرية ما بغاتش، ما كنتش كنقدر نقول لها لا ولا ندافع على رأيي. وندمت ندمت، قلبت عليك ولقيتهم حتى هما كيقلبوا عليك، حتى ما عارفك فين كاينه. انا عارف راسي غلط وبغيت نصلح الغلط ديالي، كنت كنبغيك يا توريا ومازال كنبغيك وبغيتك تسمحي ليا. ماشي بهاد السهوله عزيز. ما عمرك ما ندمتي على شي حاجه باش تعرفيني باش كنحس؟ عارفك باش كتحس. وبالرغم من ان توريا عرفت في حياتها شنو هو الاحساس بالندم، انما ما قدرش تسمح لعزيز بهاد السهوله. وحتى عزيز فهمها على انه ما غيستسلم حتى تسمح ليه وتقتنع بالصدق ديالو. وكترجع توريا للدار وكتعاود لصاحبتها هادشي اللي طرا مع عزيز، وكتحاول نجات تقنعها برايها، خصوصا ملي اكتشفت واحد الورده من داك الورد اللي كيصيفط لها عزيز مخبيها في الصاك. انما مراره الوقات اللي داز منها توريا كتمنعها تقبل المسامحه بسهوله. من بعد عدة أسابيع كيبقى الأمل دائما عند عزيز في استرجاع حب توريا ليه، وكيمشي لعندها الخدمة في الوقت الثاني اللي كانت بوحدها، ولكن توريا كتستقبله دائما بنفس الاستقبال. ولاش هاد الزيارة بالسلامة؟ ولكن استقبال زوين هذا. وكيفاش بغيتيني نستقبلك؟ على الأقل تقبل العرضة ديالي للعشاء، عشاء زوين ورومانسي. ما عندي شهية. أعطيني فرصة وحدة توريا، وإلا ما عجبكش الحال ما عمرك ما غادا تشوفيني. قدام الرفض ديال توريا كيجبد عزيز خاتم من جيبه وكيتحنى على رجليه قدامها، وكيطلب منها تعطيه فرصة أخيرة باش يبين لها نيته باللي راه نادم على اللي فات، وباغي يعوض لها كاع اللحظات اللي دوزوها بعد على بعضياتهم. من شحال هادي وانا كنتسنى هاد اللحظة اللي ضيعتها. توريا واش تقبلي تزوجي بيا؟ كيفاش؟ بغيت نعيش معاك ونعيشك سعيدة. بهاد السهولة هادي اللي بغيت يا توريا نديرو لك نديرو لي. بغيتك تخرج من حياتي يا عزيز. وهكا كترفض توريا طلب الزواج من عزيز، حيت مازال كتحس بالحرقة والألم على داكشي اللي دوزات واللي عاناتو بلا ما يكون في جنبها. أما بالنسبة لسعيد فمن نهار عرف نية فاطمة وعلاش رجعت للدار، قرر باش يجمع لها الفلوس كلها اللي بغات غير تخرج من حياته وحياة بنته. فاطمة ها فلوس كلهم، ودابا خلينا عليك في التقار. مني بالطريقه مالك معايا؟ بلا ما تبقاي تمثلي عليا، كنعرفك مزيان، دابا الله يعاوننا ويعاونك. زعما نسيتي اللحظات الزوينه اللي عشناها دغيا كتنسى على هاد الحساب؟ شوفي كنعرفك اكثر ما كتعرفي راسك، انت براسك ما مقتنعاش بهضرتك. كيف ما بغيتي، كنحسب ليا باغي دير عائله ليك والدنيا ساعه. انت ما بغيتش نديرها معك، وحاجه اخرى ديريها في بالك مزيان، انساي باللي عندك شي بنت. وهكا كتاخذ فاطمه الفلوس وكتوعدو باش تنسحب من حياتهم في مره. انما هذا الرحيل كيأثر بشكل كبير على دنيا اللي بالرغم من داكشي كله اللي عرفاتو على امها واللي شافتو كتبقى دائما محتاجه لدفء الام والحنانها.
فكتدخل في عزلة وكتقاطع باها اللي في نظرها هو السبب في حرمانها من أمها. وبالرغم من محاولة سعيد العديدة باش يخرجها من ديك العزلة ديالها، هي رفضت رفض قاطع باش تحاورو. أما بالنسبة لتوريا ففي نفس الليلة وفي دار نجاة كتعود لصاحبتها هذاك الشي اللي طرى مع عزيز وكتاخد رأيها فيه. قال لك يا لالا بغانا نرجعوا لبعضياتنا وطلبني كاع الزواج. ايوا وشنو قلتي ليه؟ اشنو غادي نقول ليه؟ قلت ليه لا. ايوا 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 صافي كنا وكنتو وصرنا وصرتو. ايوا ما تكونيش قاصحه، عطيه فرصه اخرى. دابا اللي عطى الله عطاه، غادي يكون فهم بما ما بقيتش باغا نعاود نرجع معاه. انما عزيز عكس ما ظنت توريا ما عندوش نهائيا نيه باش يستسلم. كيرجع عندها لغد ليه الخدمه وفي يديه النوار. فرصة واحدة توريا، غير فرصة واحدة، ومن بعد ما تبقيش تشوفيني لما بغيتيش. قدام إصرار عزيز كتقبل توريا العرضة ديالو للغدا وكتقبل تعطيه فرصة فقط باش يقول لها شنو اللي في الداخل ديالو. عرفش كيفاش دازو عليا العيمان بيك، ما حسيت بهاد القضية حتى شفت من جديد. وانتي فكرتي فيا شوية توريا. عزيز حنا ما جايينش. صافي صافي فهمت، سمحي لي ما كانش خصني نسولك، ولكن غنوعدك باللي غادي نعوضك على كل شيء اللي فات. هالجملة بالضبط كترجع بتوريا سنوات طويلة للور، كترجعها للولادة ديالها وكتفكرها بحنين بوحشة وبألم، حنين لولدها والوحشة الكبيرة اللي كتحس بها تجاهه والألم لأنها تخلات عليهم شاد. وفي الوقت اللي كيلاحظ فيه عزيز الكآبة اللي ترسمت على وجه توريا كتحاول هي تنسى الموضوع. توريا ياك لاباس مالك؟ ها لا والو. كتباني لي عيانة، كتخدمي بزاف وقيلة. لا ما تخافش دابا يفوتني الحال. دابا نهضر مع المديرة ديالك، على الأقل تنقص عليك الدوسي ديالي، ما بغيتكش عيب بسبابي. لا ما تدخلش لي عافاك في خدمتي، شغلي أنا قادة به. أنا غير اسمح لي كنحس براسي ماشي هي هاديك، خاصني نمشي. ولكن باقي ما سمعتيش هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك. لا ماشي دابا، ماشي اليوم، كل واحد عنده الحق في فرصة أخرى، وفرصتك غادي تاخدها، خاصك غير ما تضيعهاش. وانا كان وعدك بالله ما غاديش تندمي. وهكا كتكون اخيرا توريا قبلت تعطي فرصة جديدة لعزيز على امل انه ما يخيبش ظنها. اما بالنسبة لسعيد فالمشكل مازال قائم مع دنيا، لنتائج المدرسية ديالها بدأت كتراجع بشكل كبير، واللي اخطر من ذلك قررت انها تمشي من الدار بلا ما تعلمه. كيحاول سعيد يتصل بصحابته كاملين، هو كيتمنى تكون عند شي وحده فيهم، ولكن الامل ديالو تيخيب. وحتى كيقرر يعلم البوليس كيتفكر بلاصه اخرى اللي يمكن تكون فيها، وهي عند توريا. فكيتوجه سعيد في نفس الليله لدار نجاة وكتحل عليه توريا وكتطمنه. بلا ما تخلع سعيد، راه نعسل داخل في بيتي. وعلاش ما عيطتيش عليا توريا؟ كنت غادي نتسطى. راه قالت لي بلي علماتك، اجي ادخل بعدا، راه عندي بزاف ما يتقال لك. كتحاول توريا تفهم لسعيد بلي دنيا محتاجة الوقت باش ترجع ثقتها في باها، لأن بالنسبة لها كان هو السبب اللي حرمها من جديد من هاد الأم اللي كانت تحلم بها من الصغر. وكتوعدو بلي غتهضر معها ملي ترتاح وتقنعها باش ترجع للدار، وبلي هاد الشي اللي دار راه في صالحها. وبالفعل كترجع دنيا للدار لغد ليه في الصباح. إنما الغضب ديال سعيد الأخبار اللي سمعها من عند توريا ومن عند مدير المدرسة اللي استدعاه باش يهضر معاه على الحالة اللي وصلت لها دنيا بسبب تعاطيها المخدرات، كيدفعوه أنه يكون عنده واحد رد فعل معاكس على النصيحة اللي نصحته بها توريا. أشو درت لك باش ديري فيها هاد الشي كله يا دنيا؟ أشو درت لك؟ وليتي كتهربي من الدار وكتضربي من الفوق، هادشي اللي ربيتك عليه؟ الا كان كيسحاب لك غادي تفلتي منها ملي تخباي عند توريا، وباللي ما غنتحاسبش معاك راكي غلطه. من اليوم غادي نبقى نحسب لك الخطوات ديالك ومقابل لك قرايتك، سمعتيني؟ وهكا تيدخل سعيد في صراع كبير مع بنته، حيت ما كيعرفش كيفاش يتواصل معها بطريقه اخرى وكيفاش غادي يرجعها كيف كانت من قبل، خاصه انها كترفض تحاور معه. في الحلقة الماجية غنكتشفوا كيفاش تطورت قصة عزيز وتوريا، واش غادي يقدروا يرجعوا كيف كانوا من قبل، ولا شبح الماضي غيبقى ديما تابعهم.
غادي نعرفوا كذلك شنو التطورات في قصة سعيد مع دنيا، واش غادي يقدر يلقى حل وطريقة باش يتواصل معها وباش ترجع حياتهم كيف كانت من قبل. في الحلقة الفايتة شفنا كيفاش فاطمة مشات في حالها وشنو الأثار ديال هذا الرحيل على النفسية ديال بنتها دنيا. شفنا كذلك العجز ديال سعيد على أنه يتواصل معها، وفي هذه الحلقة غادي نشوفوا كيفاش نجح سعيد باش يخرج بنته من ديك الدوامة اللي دخلت فيها. أما بالنسبة لتوريا اكتشفنا كيفاش قبلت تعطي فرصة جديدة لعزيز ووعدها باش يعوض لها كاع داكشي اللي فات. جيت باش نعرف امتى تبغي تستقبلينا. شكون نتوما؟ انا وعائلتي بغينا نجيو نخطبوك. كتفاجئ توريا بطلب عزيز وكتقبله، وفي نفس الوقت كتعطيه موعد لاخر الاسبوع. وفي اليوم المعلوم كتحضر عائلة عزيز كلها بما فيها والديه واختي الوحيدة أسماء. كترحب بهم نجاة أخوها العربي اللي جا صدفة قبلية قليلة من البادية، وكتجلسهم في الصالون الكبير. إنما الملاحظ في الزوار أن الحاجة وأسماء ما راضينش نهائيا على الخطوبة ديال ولدهم من توريا. مرحبا بكم، نهار كبير هذا، أنا فرحانة بزاف. توريا راها بحال اختي. ايوا عزيز ما خلينا فين نهضروا، قال لك توريا ولا بلاش. واخا كانت بالخيريه قال لينا والديها ماتوا بالكسيده، اما والله لا قبلت ليه. اللي عنده ولد واحد راه كيدير ليه خاطره، خصوصا ملي كيكون هو هاز دار بوحدو. ماما ايه يا بنيتي، واجي بعدا ما جات شويه ناقصه وعيب، يسكنوا جوج بنات بوحدهم بلا راجل معاهم في الدار. وانا ماشي راجل انا. وانت وليدي باقي صغير، شحال عندك؟ 18 عام ماشي بحال. واش غيقولوا الجيران؟ جوج بنات وولد في دار وحده. علاقتنا مع الجيران مزيانه، كون عرفتي شحال من واحد دابا ولا كيسكن بوحدو. ما كتقتنعش الحاجه بكلام نجات، ولكن عزيز وباه كيحاولوا يقلبوا الموضوع وبغاو يهضروا في صميم الاشياء اللي جاوا على قبلها. كيحددوا موعد في السيمانه الجايه باش يكتبوا الكتاب، ومن بعد يبقى ليهم الوقت اللي غيقلبوا فيه على دار فين يسكنوا. اما بالنسبه لسعيد ومشكلته مع دنيا، فمادام ما قدرش يتواصل معها قرر يوجهها لواحد المركز من مراكز الاستماع باش يتبعوها الاخصائيين في مشاكل المراهقين. تما تلاقات دنيا باكرم، ولد من السن ديالها، وفرحات ملي لقات شي حد اللي عنده نفس المشاكل ديالها. لغد ليه كتزور توريا سعيد اللي كيفرح بها وتهنيها على الخطوبة، ولكن توريا كتشكي ليه من المخاوف ديالها وكتقول ليه هاد الشي مزروبة سعيد، هاد يلا سيمانة وغنتكاتبو. وشنو فيها؟ إلا كنتي كتبغي هو كيبغيك ماشي مشكل، أنا غادي نصحك بحاجة وحدة، العقد ديال الزواج خاصك ديريه، وما كنهضرش على العقد اللي عند العدول، لا العقد اللي غتكتبو فيه داك الشي اللي غيحفظ الحقوق القانونية ديالكم جوج. واش غنديرو فيه؟ هما حتى الدار ما بغاونيش نتشارك معاه فيها، قال لك هو الراجل. ايوا صافي خليهم يربحوا بها. ما تبدلتيش يا توريا، ومن نهار شفتك في الخيريه لقيت راسي كانت شابه في كل شيء، بحال الا كنشوف راسي في المرايه، ولكن كنتي بنت. والغد في الصباح كيتلاقى عزيز بتوريا في خدمتها وكتخبره بالنصيحه ديال سعيد. إنما عزيز كيشوف الطلب ديالها بالنسبة لعقد الزواج باش يتقاسموا الأملاك إهانة في حقه. زعما زواجنا بحال شي بيع وشري ياك؟ هاد العقد عزيز راه غير ورقة، ما كيبدل والو في المشاعر ديالنا. ومني غير ورقة علاش كتأكدي عليها؟ من غير إلا كنتي شاكة فيا. ما كنشكش فيك، ولكن الوقت والزمان. ما تخافيش، إلا كان غير على الدار غنكتبها بسميتي وسميتك. عافاك، دير لي خاطري ودير معايا هاد العقد. شوف يا توريا، غنقول لك حاجة وحدة، إلا مازال عندك شك في شي حاجة نحبسو كل شي من دابا. وغير كيمشي عزيز كتصل توريا بسعيد وهي محتارة كيفاش غادي يتصرف، فكيقترح على سعيد أنهم يناقشوا الموضوع بيناتهم مزيان ملي يتلاقاو المرة الجاية. ومن جهة أخرى كتسمع نجاة الحوار اللي دار ما بين توريا وعزيز، وكذلك ما بينها وبين سعيد، وكتبدا تحس بالغيرة ولكن ما كتبين حتى شي حاجة. في الاخر النهار كتكون توريا مشغولة بالحسابات في الصالون، وتيقرب منها العربي خو نجات وكيسولها على دنيا بحكم انها اقرب وحدة لها. تا
تعبر لها على الإعجاب ديالو بها ونيتو باش يتزوج بها. واش انت بعقلك؟ الدرية راهي الله عندها 12 عام وانت كتفكر تزوج بها، وزيدون في القانون ممنوع البنت تزوج قبل ما توصل لسن الرشد. هاد الشيء راه غير في الوراق، سيري شوفيهم في الجبال شنو دايرين. وزيدون دنيا راها كبيره وقاده بشغلها، ياك هي اللي كدير كلشي في الدار. وخلي عليك البنت في التقار، ولا انا اللي غنتحاسب معاك. ما كيقتنعش العربي بهضره توريا، وتوريا كتقرر تخبر صاحبتها بالموضوع، ولكن كتفاجأ بردة فعل نجاة اللي بالحرقة الغيرة من الوضعية الجديدة ديال توريا كتجي من جهة خوها العربي. ما فهمتش انا شنو المشكل اللي عندك مع خويا، ولا سعيد اللي كيهمك في هذا الشيء كله؟ كيفاش سعيد كيهمني؟ اش كتخربقي يا نجاة؟ انت اللي كتخربقي. فين ما عندك شي مشكل مع عزيز كتعطيه لسعيد، عندك مشكل مع خويا دابا خاصك تعطيه لسعيد. ما عرفتش انا علاش عندك هذا الاهتمام كله بدنيا وسعيد. كتصدم توريا من هضرة نجاة وكتفضل تنهي الموضوع وتمشي لبيتها. في نفس الوقت وفي دار عزيز كتدور الهضرة على عقد الزواج، وكتضارب الآراء ما بين الحاجة اللي كترفض رفض قاطع باش يخضع ولدها لشروط توريا، وما بين الحاج اللي ما كيشوف حتى شعيب باش توريا تطرح الموضوع اللي عجبها والمسألة اللي كتخصها. اليوم كيف المرأة كيف الراجل، ماشي عيب إلا هضرت المرأة على حقها. كيفاش حقها الحاج؟ كون كانت بنت وزير ولا كوماندار تجي معاها، وهي شنو عندها اصلا باش طرات؟ عندها العمارات ولا البابر؟ خاصها تحمد الله اللي لقات لي قبل عليها. صافي امي هادي ما ندير بها الهضره كلها، ندمتيني اللي جيت عاودت لك كلشي. في نفس الوقت وفي دار عزيز كدور الهضره على عقد الزواج، وكتضارب الاراء ما بين الحاجة اللي كترفض رفض قاطع باش يخضع ولدها لشي شرط من شروط توريا، وما بين الحاج اللي ما كيشوف حتى شعيب باش توريا تطرح الموضوع اللي عجبها والمسألة اللي كتخصها. مزيان اللي عرفتي لينا باش نعرفوا على حقيقتها. دابا ما حد حيا هاد الزواج ما عمره ما غيكون. دابا الا بدات من الاول بتشرات اخرتها تخرجنا من الدار ولا تجيب لنا شي مصيبه. صافي هادي باينه عليها بنت الحرام قطعه، غتجيب لنا غير النحس. وهكا كتكون الحاجة حسمت في الموضوع وعبرت على نيتها باش هاد الزواج ما يكملش. ومن بعد ما تهدنت النفوس كتقرب توريا من نجاة في الخدمة، كتطلب منها الصلح لأنه كيف ما كان الحال ما عمرها غادية تقدر تنسى وقفتها معها في الوقت اللي كانت محتاجة لشي حد يعاونها. نجاة اسمحي لي على داكشي اللي طرا بيناتنا. كان عندك الحق، انا اللي ما عرفتش علاش تصرفت معك بحال هكا، غير هو داك خويا وما عنديش كيفاش غندير ليه. ايوا على الاقل هضري معاه. ما تخافيش هادشي ما غيعاودش يتكرر. وهكا تيكونوا الصحابات لقاو حل للخلاف ديالهم. وفي نفس اليوم كتستدعي المديره توريا باش تهنيها على الخطوبه ديالها، وكتستغل المناسبه باش تقول لها بلي الاوراق ديال ديك الاختلاسات اللي كانت اكتشفات اختفوا فجاه، وباللي خطيبها عزيز بصفته كليان في الشركة حتى هو مورط فيهم. كتصدم توريا بالخبر، ولكن المديرة كتهون عليها وكتخبرها باللي من الآن فصاعدا راها كتعتبر مرسمة في الشركة. وهكا وبطريقة غير مباشرة كتحسسها بأنها ولات طرف في دوك الاختلاسات اللي في آخر المطاف غمضت عليهم عينيها. من بعد ما تلقات هذا الخبر كتوجه توريا عند ساحيد في القهوة اللي خدام فيها باش تشاور معه. اشنو غندير يا سعيد؟ اول مره نكتشف بلي عزيز دخل في شي خوات في الشركه، وعاد زيد على هذا الشيء كل مشكل ديال العقد اللي ما قبلوش ليا. ما بقيت عارفه ما ندير. واش غنقول لك؟ انت تعرفي احسن مني. مالك بنتي ليا ماشي هو هذاك، ياك ما عيان وغير الباترون هلكني بالخدمه. عييت تماره موجوده والفلوس الله يجيب، وعاد ولا باغيني نبقى حتى لجوج الصباح حتى نسد. اجي وعلاش ما تدفعش الكونكور اللي دايره وزاره التربيه والتعليم؟ اش من الكونكور هذا؟ الكونكور ديال المعلمين. باش نولي معلم زعما؟ ومالها ياك عندك الاجازه في الادب العربي. في الحقيقه ما عمري ما فكرت فيها. بهذا الكلام كتكون توريا حلات لسعيد باب او متنفس اللي غيقدر يجرب به افاق اخرى ويهرب من جحيم الخدمه اللي خدام فيها مع مدير اللي ما في قلبه لا رحمه ولا شفقه. تيجي سعيد لعند توريا للدار وكيطلب منها تعاونه باش ينجح في امتحان المعلمين، حيت هو دابا قدم استقالته من الخدمه. وفي الوقت اللي كيتحاور معها في الصالون كتدخل نجاة للدار بلا ما يحسوا بها، تيقرب منها خوها العربي وهو في قمه الغضب.
واش شفتي شحال الساعه نجات؟ صاحبتي قبيله دخلت من الخدمه وانتي يلاه دخلت الدار، فين بقيتي دايره؟ سير دخل سوق راسك العربي، حياتي ما كتهمكش. اشنو زعما انا حاطاني هنا غير حساس؟ هذوك الجوج اللي كل مره جايين مقصر ليا في الصالون. منين انت وسعيد هنا؟ من قبيله هو جالس ناسي راسو في الصالون ومخلي بنته بوحدها على الله فين، وفي عوض ما عرفتش اش باغي يولي يمشي يدا شويه في بنته ويمشي جوجها. واش تسطيتي؟ مازال كتعاود في هاد الهضره؟ البنت راها عندها 12 عام، واش كتعرف شنو هي 12 عام؟ زعما راه باقي كتلعب في الزنقه وانت باغي تجوجها؟ ما فيها والو، نتزوج بها ونكبرها معايا، والا ما بغيتيش تقولها لي انا غنقولها ليه. عرفتي اش غدير؟ غتجمع ليا حوايجك دابا وغترجع حدا امك، صافي؟ طلعتي ليا في راسي. وبلا نقاش كيخرج العربي من الدار، وكتكون توريا تهنات من المشكل كانت هزة ليه الهم من هذه مدة طويلة. كيحاول سعيد يعرف سبب الخلاف اللي بين نجاة أخوها، ولكن نجاة توريا فضلوا يبقى هذا سر ما بيناتهم. في نفس الليلة كتستقبل توريا عزيز وكتعلمه بداك الشي كله اللي دار بينها وبين المديرة، ولكن عزيز كيطمئنها من هاد الناحية. ما تخافيش كل شي هو هذاك، كان غير واحد الدوسي ما عطيناش لكم كامل، ولكن صلحنا الغلط فهاد الايام كنت غادي ندوزو لكم. في الصراحة كنت مخلوعة. ما عندك مناش تخافي، كل شي قانوني، ولكن قولي لي هذا هو الموضوع اللي كنتي باغا نهضروا عليه؟ لا في الحقيقة كنت باغا نهضر معك حتى في القضية ديال العقد. في خبارك صدمتيني بها، والوالدة لقات منين تشدني منها، جاب الله هاد المرة غنسمع غير راسي، وحتى حد ما يقدر يفرقني عليك إلا ما كنتش باغي. كنت منا تكون فهمتيني يا عزيز. فهمتك، ولكن خاصنا نبداو حياتنا بثقة توريا، من شحال وانا كنتسنى هاد الفرصة. ما تخليش شي حاجة بحال هادي تضيعها من جديد، ولا عندك شي حاجة أخرى مخبيها هذا هو الوقت فين تقوليها. كتفكر توريا حقيقة ولدها اللي مخبيها على عزيز، ولكن ما كتقدرش تصارحه بالموضوع. في نفس الوقت وفي مكان آخر، سعيد منع بنته أنها تمشي لعيد ميلاد أكرم، الودن اللي تلاقاته في مركز الاستماع واللي ما كيعرف عليه والو لا هو ولا عائلته. كتستغل الدنيا فرصة غياب باها وكتمشي لحفلة أكرم بالتخبية، كتنبهر بالمستوى المعيشي ديال صديقها الجديد. إنما الانبهار ديالها ما طولش، لأن في نفس اليوم حجزوا لهم جميع الممتلكات ديالهم بسبب الديون اللي تراكمت عليهم. ومن بعد ما تسحبوا جميع المعروضين بسبب هذه الحادثة، كتحاول دنيا تواسي أكرم وقالت ليه: ما تخافش أكرم، ماشي مشكل، شوفني أنا عايشة على قدي أنا وبابا، ولكن ما خصنا حتى خير. من بعد الموت ديال ماما كل شيء ترجع بالله، بابا مبقاش قادر يتحمل المصاريح والشركة ديالو دارت فايت. احنا دابا في وصلنا. ماشي مهم، المهم هو تكونوا بجوج بكم مجموعين. حاول تغلب على هاد الشيء أكرم، وحاول تعاون باك، صافي؟ ومهم تلاقوا غدا في مركز الاستماع، واخا؟ وكيف كتواسي توريا سعيد، كتقدر دنيا حتى هي تواسي أكرم، ومن حسن حظها أنها رجعت للدار قبل من باها. في الحلقة الجاية غنشوفوا فين وصلت قصة توريا مع عزيز، وفين وصلت كذلك في خدمتها الجديدة. غنكتشفوا كذلك النتيجة اللي غيوصل لها سعيد من بعد ما شارك في الامتحان ديال المعلمين. كنتم في الاستماع للحلقة السادسة من مسلسلكم الإذاعي توريا، اقتبسته جيهان البحار، تشخيص فاطمة درويش، حميد القادري، إكرام محمد، لميس محمد، رقية جموح، أسماء العيساوي. موسيقى عادل عيسى. هندسة الصوت سعيد رادي، يوسف أجكان. إخراج سلمى الشافعي. هذا المسلسل ممول من طرف الاتحاد الأوروبي.